السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمقبلين على الزواج ننشر قائمة المراكز الطبية لإجراء التحاليل وشروط الجديدة للزواج. كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن تخصيص 303 مركزا طبيا على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، على أن يجرى زيادة عددها خلال المرحلة المقبلة. يأتي هذا في الوقت الذي اعتمدت وزارة الصحة قائمة جديدة تضم 10 تحاليل ضمن إجراءات الكشف الطبي، يعني في 10 تحاليل هتعملهم قبل ما تروح وانت رايح تعمل الكشف الطبي يا جماعة، يعني دول من ضمن الكشف الطبي. تشمل تحاليل الأمراض المعدية مثل الإيدز وفيروس سي وفيروس بي، إضافة إلى تحاليل الأمراض غير السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة. كما تضم قائمة التحاليل مستوى الهيموجلوبين بالدم وتحليل أنيميا البحر فصيلة الدم وتحليل توافق المتوسط الثلاسيمية. وقال المصدر للمصراوي إن من المقرر أن تجرى التحاليل الطبية داخل تلك المراكز التي خصصتها الوزارة على أن تكون ضرورية قبل إتمام عقد الزواج. يعني الحاجات دي هتعملوها قبل ما تروحوا للمأذون، هتجهزوا الحاجات دي التحاليل ديت. وخليكم بقى معايا بقى في حاجات مهمة لسه أقولكم عليها الوقت، تكون ضرورية قبل إتمام عقد الزواج بهدف منع ولادة أطفال مصابين بأمراض وراثية. حاجة كويسة جدا. وانشر مصراوي قائمة للمراكز الطبية لإجراء التحاليل مش مهم ديت على مستوى الجمهورية. سبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يجري الإعداد له بوزارة العدل مع طرحه للحوار المجتمعي قريبا، يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاضي لإتمام العقد من عدمه. يعني أنت هتعمل التحاليل ديت وهتروح للقاضي يقول لك أيضا المظبوطة ولا مظبوطة، يعني لازم تاخد إذن المحكمة بهذا بالعائد العقد، أو بعدين بقى تروح للمأذون. وأوضح الرئيس إن أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون. أهو لازم تعملوا الكشف ده وهتروح المحكمة كمان. المأذون للتوثيق عقد الزواج يتم عبر لجنة وبموافقة القاضي، قاضي يقر بسلامة تلك التحاليل. في زيادة في الكلام كمان اهوت في يعني في بيقول لك تلك القائمة تشمل الأمراض المعدية الإيدز وفيروس سي وفيروس بي، وإضافة إلى تحاليل الأمراض غير السارية ضد السكر ارتفاع ضغط الدم السمنة. المهم هو خلاصة الموضوع يا جماعة، انت سهل الموضوع بقى سهل. موضوع الفلوس بقى والكلام ده انا ما اعرفش عنه حاجة، لسه ما يجينا اي معلومات عنها هبقى اقول لكم عليه. المهم دلوقتي انت هتروح انت وخطيبتك هتروح تعملوا التحاليل تشوفوا عندكم الامراض اللي احنا قلناها العشر امراض دول، وبعدين تاخد التحاليل دي وتروح للقاضي للمحكمة، والمحكمة يقشر لك بقى على على الجواز، وبعدين بقى تاخد الورقة دي وتروح لمين؟ للاستاذ المأذون. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل، ويدعمنا كمان باللايك ويشير الفيديو عشان الناس تستفيد وتعرف المواضيع دي يا جماعة. ألف مبروك للي هيتجوزوا إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.